إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا تقنطوا من رحمة الله. هذا العنوان جزء من الآية 53 من سورة الزمر، حيث يقول ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية تزرع الأمل في قلوب العصاة، آية تزرع الأمل في قلوب الآثمين الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي. ولكن نعيش ونحيا في ظل رحمة الله جل جلاله. لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا قابلك فضله. حكمة جميلة لابن عطاء الله السكندري: لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا قابلك فضله. ففضل الله علينا عظيم، ورحمة الله تسع كل شيء. لذلك ربنا في هذه الآية يخاطب الآثمين، يخاطب العصاة بهذا الخطاب الذي يستميل قلوبهم إلى ساحة التوبة والإنابة، الذي يزرع فيهم الأمل الذي يدفعهم إلى العمل. فقال مخاطبا إياهم: قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لم يسلب منهم الله جل جلاله هذا الوصف الرحيم، هذا الوصف الجميل: يا عبادي. رغم أنهم يقابلون نعم الله بالكفر والمعاصي: إني والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. رغم تلك المعاصي والآثام، ربنا عز وجل يصفهم ويخاطبهم بهذا الخطاب الجميل: قل يا عبادي الذين أسرفوا، الذين ارتكبوا المعاصي، كل المعاصي، المعاصي بأل الاستغراق والشمول، الذين ارتكبوا الآثام في حق الله جل جلاله، وفي حق عباد الله، وفي حق خلق الله، الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولكن ربنا يقول لهم: لا تقنطوا من رحمة الله. يزرع فيهم الأمل
لأن اليأس إذا سكن القلوب دمر، فاليأس يقتل الفضائل في النفوس. أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ربنا عز وجل رحيم بعباده، رحيم بخلقه، لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلا استثناء. فالشيطان يزرع اليأس في قلوب العصاة كأن يقول لهم: ايأسوا من رحمة الله، لا أمل في التوبة، أنتم ارتكبتم كذا وكذا وكذا، إذن استمروا في المعاصي فلا أمل في التوبة. ولكن ربنا عز وجل يزرع الأمل الذي يدفع العصاة إلى التوبة والعمل. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال ربنا عز وجل في سورة التحريم في الآية 8: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة المطلوبة هي التوبة النصوح، والتوبة النصوح لها شروطها. فإذا تعلق الأمر بذنب ارتكبه الإنسان في حق الله عز وجل فيحتاج إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول الندم، والندم توبة، أن يندم الإنسان على كل عمل أتاه، على كل عمل ارتكبه أن يندم، والندم توبة. فالندم هو شرط أساس في قبول هذه التوبة وفي تحقيق التوبة النصوح. والشرط الثاني هو الإقلاع، أي الإقلاع عن الإثم المرتكب، عن المعصية المرتكبة. فالذي كان يتعامل بالربا فليتخلى عن الربا، والذي يتناول الخمر فليترك الخمر، فليتخلى عن الخمر وليتجنب الخمر كما قال ربنا عز وجل: فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى آخر الآيات. فالذي يرتكب أي ذنب من الذبل، والذي لا يصلي عليه أن يصلي، والذي كان لا يصوم فليصوم، إلى آخر. نسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان. ولكن إذا كان قد أتى بهذا الشرط فيحتاج إلى شرط ثالث، وهو العزم، العزم على ألا يعود إلى تلك الآثام في مستقبل العمر، في مستقبل الأيام. إذن ثلاث شروط: الشرط الأول ندم، وإقلاع، وعزم. أما إذا تعلق الإثم أو الذنب بحق من حقوق العباد فيحتاج إلى شرط رابع ليحقق لنفسه البراءة أمام الله وأمام عباده برد المظالم. فالذي شغل موظفا أو شغل عاملا ولم يعطه أجره مخالفاً في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فعليك أن تعطي له ما يستحق، وأن تطلب منه السماح، وأن تطلب منه المغفرة. فإذا تعلق الأمر بذنب من الذنوب في حق الناس لا بد من رد المظالم وطلب العفو من الناس ومن رب الناس. فإذا تحققت هذه الشروط فتلك هي التوبة النصوح التي أمرنا بها من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار هما محلان، ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرم عليك،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اعف عنا، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وفي الآخرة، اللهم الهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيام أيامه، اللهم وفقنا لقيام لياليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.